السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أبنائي وبناتي الطلاب، سعدت بلقائكم اليوم. سوف أقدم لكم اليوم مادة التربية الفنية للصف الثالث متوسط، معكم معلمتكم حصة رمح. نستعرض سويا قوانين التعلم عبر قنوات عين. بداية، أبحث عن مكان هادئ للتعلم، أجهز الحاسوب أو الجوال استعدادا للدرس، أجلس جلسة صحيحة، أتعلم جيدا حتى أتفوق، وأستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث، وأجلس حتى انتهاء الوقت. إلى أولياء الأمور، أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة. المادة هي التربية الفنية، المجال المستهدف الفني والمجال المساند الحركي الدقيق، عنوان الدرس تجريد بالخامات، الهدف العام هو عمل لوحة تجريد بالخامات، الأهداف الخاصة أن يتعرف الطالب والطالبة على الخامات المستهلكة، أن يتعرف الطالب والطالبة على طريقة توليف الخامات المختلفة، أن يتبع الطالب والطالبة خطوات عمل لوحة تجريد بالخامات المختلفة، أن يلصق الطالب والطالبة الخامات المختلفة على اللوحة، أن يضيف الطالب والطالبة الورق الملون على العمل، أن يتحدث الطالب والطالبة عن العمل أمام زملائه. تجريد الخامات، ما هي لوحة تجريد الخامات؟ تعرفنا عليها في درسنا السابق ونراجعها اليوم. ما هي؟ ممتاز، أحسنتم. هنا لوحة بيضاء، نقوم بماذا؟ ممتاز، نقوم بوضع الصمغ عليها، ثم نقوم بتوزيع الصمغ. نوزع الصمغ يا أبنائي وبناتي، ثم نقوم بإضافة الخامات المستهلكة التي أريدها، ثم ماذا أفعل؟ أضع ورق ملون. ممتاز يا أبنائي وبناتي. خامات طبيعية كما بأصلها في البيئة. هنا لدينا حجر صغير، ممتاز، حجر صغير. ولدينا ماذا من الخامات الطبيعية؟ ممتاز، سوف نستخدم اليوم ماذا؟ القواقع بأحجام مختلفة. هنا خامات صناعية، يوجد في المكتبة الكثير من الخامات الصناعية، سوف أختار ما أريد إضافته للعمل. هنالك أعواد خشبية كبيرة وصغيرة، ودوائر وعيون بلاستيكية، وقصاصات فنية سوف نستخدم القليل منها في عملنا لهذا اليوم. ما هي الخطوة الأولى في عمل لوحة تجريدية؟ ممتاز، الخطوة الأولى إضافة صمغ. أحسنتم، إضافة صمغ يا أبنائي وبناتي للوحة العمل، ثم أقوم بتوزيع. أحسنتم، أقوم بتوزيع الصمغ على لوحة العمل بالتساوي باستخدام الفرشاة أو الإسفنجة، ثم أقوم بإضافة الخامات الصناعية التي أريدها، وأعمل مزيج من الخامات الطبيعية والخامات الصناعية. ما هي الخطوة الأخيرة؟ ممتاز، إضافة ورق ملون، وأختار اللون الذي أريده. ننتقل يا أبنائي وبناتي للتطبيق العملي. نشاهد هنا ماذا؟ لوحة تجريدية عملناها في درسنا السابق باستخدام اللون ماذا؟ الأحمر. ممتاز، وسوف نعمل لوحة تجريدية أخرى باستخدام اللون الأسود. ماذا نحتاج؟ ممتاز، نحتاج منطقة للعمل، و المقص وهي من الأدوات الأساسية في المادة الفنية، والصمغ. ووزع الصمغ باستخدام الإسفنجة أو استخدام الفرشاة. وهنا نشاهد ماذا؟ الخامات الطبيعية. ماذا هنا؟ قواقع بأحجام مختلفة سوف نستخدمها في العمل. وهنا ماذا نشاهد؟ أحسنتم يا أبنائي وبناتي، هنا أحجار صغيرة سوف نستخدمها في العمل. هنا من الخامات الصناعية التي سوف نستخدمها، نجدها في المكتبة. ماذا تجدون في المكتبة؟ أعواد. أحسنتم، أعواد بأحجام مختلفة. ما هي الخطوة الأولى؟ ممتاز يا أبنائي وبناتي، أوزع الصمغ على لوحة العمل. ممتاز، نقوم بتوزيعه على لوحة العمل، ثم أقوم بالتوزيع باستخدام الإسفنجة
أو استخدام الفرشاة؟ أقوم بالتوزيع. هل تتابعون معي الخطوات يا أبنائي وبناتي؟ ممتاز، عمل رائع. نقوم بالتوزيع. ممتاز، أحسنتم يا أبنائي وبناتي. نقوم بالتوزيع، عمل رائع. ثم نقوم بإضافة الخامة الطبيعية أو الصناعية التي أريدها وبالشكل الذي أريده. أقوم بتشكيل الخامة بالشكل الذي أريده وأقوم بالتثبيت على الغراء. ممتاز يا أبنائي وبناتي. هنا من الخامات الصناعية الموجودة في المكتبة، أقوم بإضافتها. وهنا لدينا أحجار صغيرة سوف أقوم بإضافتها للعمل وهي من الخامات الطبيعية. وهنا من القواقع سوف أقوم بإضافتها بأحجام مختلفة. ما هي الخطوة التالية يا أبنائي وبناتي؟ ممتاز، سوف أضيف القليل من الصمغ أعلى الخامة. ممتاز يا أبنائي وبناتي. والخطوة الأخيرة ماذا؟ إضافة الورق الملون. لدي ورق ملون باستخدام اللون الأسود، سوف أقوم بإضافته إلى العمل. ممتاز يا أبنائي وبناتي، سوف نقوم بإضافته. ممتاز يا أبنائي وبناتي، الزائد من الورق الملون ماذا أقوم بالعمل؟ أحسنت، أقوم بقصه. ممتاز يا أبنائي وبناتي، عمل رائع، بارك الله فيكم. أكون حذرة عند استخدام المقص أو الاستعانة بماذا؟ بالمعلمة أو الوالدين في القص. ممتاز، عمل رائع يا أبنائي وبناتي. هنا انتهينا من عمل اللوحة التجريدية بخامات مختلفة. أحسنتم يا أبنائي وبناتي. عندما أنتهي من العمل ماذا أفعل؟ أعيد الأدوات إلى مكانها وأنظف مكان العمل. أداء رائع، بارك الله فيكم يا أبنائي وبناتي. لتعميم هذه المهارة على أولياء الأمور، تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على عمل لوحة تجريد بخامات مختلفة. يجب مراعاة الآتي عند اكتساب هذه المهارة: أن يشترك الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا، أن تجزأ هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها، مراعاة قدرة وإمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب. قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، كانت معكم معلمتكم حصة رميح، إلى اللقاء.